نجم احمد عزيز، عايزين نقول لك الف مبروك الممر. اتكلمنا عن التجربه وفي فيلم من زمان قوي ما شفناش حاجه عن حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر. متشكر جدا ومتشكر للحضور النهارده. فيلم الممر تجربه يمكن ما تتكررش في العمر غير مره او مرتين. سعيد جدا بوجود منتج يتحمس لانتاج فيلم تكلفته تكفي انتاج 3 افلام. سعيد بان انا بشتغل مع الاستاذ شريف عرفه، منظم جدا ومخرج عارف هو بيعمل ايه، لدرجه ان احنا كنا عارفين هنعمل ايه من اول يوم في الفيلم لحد اخر يوم في الفيلم بالساعه. فسعيد بالتجربه دي، وكان الهدف كله ان هو يعمل فيلم بمقاييس عالميه، واتمنى ان شاء الله ان ده يكون حصل ويوصل للناس. اصعب حاجه في الفيلم ده كاداء ليك، وده يمكن من اصعب ادوارك ده؟ والله كل فيلم بتعمله بيبقى صعب، يعني لان انت كل بتعدي مرحله وبتعدي مرحله، فالناس بتبقى عايزه تستنى منك الجديد، فكل فيلم بتعمله بيبقى صعب طبعا. ان شاء الله بعد الممر فيه ولاد رزق في العيد، وبعد كده يونس ان شاء الله. شكرا.